سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم لمتابعة ومناقشة الأخبار المحلية التي طالعتنا بها الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم، وفيه نقرأ: السلطات المصرية تلغي بطاقة التأمين الصحي المفروضة على المسافرين اليمنيين. قصف حوثي على الطريق الرابط بين الحشا والأزارق بالضالع. أحمد علي عبد الله صالح يهنئ الشاب اليمني إبراهيم عياش بفوزه بعضوية مجلس النواب الأمريكي. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: إصابة طفلة بانفجار لغم من مخلفات الحوثيين جنوب الحديدة. محافظ الحديدة يزور أبطال القوات المشتركة في الجاح والدريهمي. فريق من الثاني من ديسمبر يزور الباقين من أسرة الشهيد الأهدل في الدريهمي، حرمون الحوثة من كل حاجة. في منبر المقاومة نقرأ: اليمن يرفض مساعي الحوثيين لتجزئة اتفاق عمان بشأن الأسرى. إصابة طفلة نازحة بجروح خطيرة إثر انفجار جسم من مخلفات الحوثي جنوب التحيتة. رصد بأبرز خروقات الحوثيين بمحافظة الحديدة خلال 48 ساعة الماضية. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: انفجار بيروت يجدد مخاوف اليمنيين من الناقل الصافر ومخازن المتفجرات الحوثية في الحديدة. الشرعية اليمنية والحوثيون استثمار الكوارث. ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع رئيس عمليات اللواء 159 مشاة. تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا في اليمن. منظمات دولية: اليمن يتعرض لكارثة إنسانية جراء السيول. في موقع نيوز يمن نقرأ: يمنيون في مصر، العيد لا معنى له والبلاد تمر بوضع مخيف. وفاة 20 بسيول الأمطار، انهيار عشرات المنازل في صنعاء وضواحيها. يدفع بمسلحين جدد للتربة، محور الإخوان ينفذ قرارات محافظ تعز إعلاميا ويتمرد ميدانيا. موقع عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية: مئات الأسر العدنية تقضي إجازة العيد في صنعاء وإب وتشيد بكرم أهلها. الأمم المتحدة: احتياطي اليمن من النقد الأجنبي يوشك على النفاد. تعز: قتلى ومصابين بقصف حوثي لحفلة عرس بمديرية جبل حبشي. من الصحف العربية الشرق الأوسط: ربطوا بين سلوك الحوثيين والميليشيات الموالية لطهران في المنطقة. مأساة بيروت تعزز مخاوف اليمنيين من كارثة تحل بالناقلة صافر. تدابير حكومية في مأرب والحديدة لفتح الطرق وتصريف المياه. اليمن يجابه آثار سيول ويستنجد باليونسكو لحماية تراثه. الانقلابيون يقودون حملة لحوثنة أسماء الشوارع والأحياء في إب. خروقات الحوثيين في الحديدة تقتل وتصيب 44 مدنيا خلال شهرين. موقع الحدث طالعنا بالعناوين التالية: السيول تكشف ألغام الحوثي بالحديدة والقوات المشتركة تفككها. مخاوف يمنية من انفجار صافر على غرار حادث بيروت. اليمن يستنجد باليونسكو لحماية مواقع التراث العالمي من الأمطار. إنقاذ بيروت يبدأ من تحرير صنعاء، تحت هذا العنوان أوردت لمياء الكندي مقالا كتبت فيه: بيروت وصنعاء وبغداد ثلاثية الحقد الصفوي، عواصم عربية تنزف ويمتد نزيفها إلى كل بقعة من هذه البلدان. ربما تمكن حزب الله من خداع اللبنانيين بكونه مقاومة وطنية، وخدع كل الأحرار في العالم بمقاومته التي أسست له كبلد خارج الدولة يتجاذبها قوة النفوذ والتدخل الأجنبي، الأمر الذي مكن حزب الله من التحكم في المشهد السياسي فيها.
لقد تغلب اللبنانيون ولو بشكل نسبي على الواقع الذي يحاول نصر اللات فرضه عليهم بما يملكه من قوة عسكرية تجعل منه اللاعب الأقوى على الورقة الأمنية والعسكرية والسياسية رغم جميع أشكال المقاومة الشعبية والسياسية التي تتصدى لمشروعه التسلطي هذا. فيما بقت صنعاء وبغداد وإلى حد ما دمشق أكبر ضحايا التدخل الإيراني فيهما وبمشاريع تدميرية أكثر فتكاً وقتلاً وسلباً للحاضر والمستقبل. يتغذى الطائفيون في هذه العواصم على تحشيد القوى علها تجعل من بقائهم أمراً واقعاً، في حين يظل المعارضون والمتنبهون لهم والمقاومون لهم في قائمة التخوين وتهم الارتزاق والعمالة والنفاق حسب تصنيفهم لمفهوم الوطنية التي فصلت على مقاسات وسياسات طهران وحوزاتها التكفيرية. إسقاط الدولة أو تعطيلها كان ولا يزال مسرح طهران الآمن، ومعها الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز القرار السياسي والعسكري والأمني في الخليج. ما حدث في بغداد ويحدث في صنعاء ودمشق وبيروت أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة المواجهة الدولية وسياستها في التعامل مع ما يجري في هذه البلدان. هذه السياسة التي ما زالت حتى الآن تمنع اتخاذ أي إجراء حربي حاسم ضد الجماعات العقائدية والسياسية التي نصبت نفسها كبديل للدولة. إن تأخر الحسم في معركة صنعاء واستمرارها على هذه الوجهة يؤكد لنا حجم الكارثة التي تنتظرنا كعرب شعوبا ودولا. وإذا لم يتدارك الخليجيون خطورة ما حدث في بيروت الليلة وما يحدث في صنعاء ومدن اليمن كل يوم، فسنجد انفجارات مشابهة في قلب الرياض وفي الدمام والأحساء والمنامة والكويت وغيرها، بل قد نفاجأ بسقوط لهذه المدن والعواصم والممالك إذا لم يستفق العرب من سباتهم العميق. فتحرير صنعاء هو الأولوية التي يجب أن يدركها الجميع، والتي يجب عليها بناء قاعدة آمنة لنا ولجميع شركائنا في المنطقة لنتمكن بعدها من تطويق التآمر الصفوي في الوطن العربي ككل. وفي قراءة سريعة للخبر محور النقاش في الملف الأول، طالعتنا وكالة 2 ديسمبر تحت عنوان خزان صافر مجددا، تخوفات يمنية من كارثة تفوق أضرار انفجار بيروت. عبر مسؤولون ونشطاء يمنيون عن مخاوفهم من تكرار أضرار انفجار لبنان في الساحل الغربي اليمني من خزان صافر المتهالك والواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران. وشابه وزير الإعلام معمر الإيرياني في تغريدات على تويتر بين الانفجار الهائل في مرفأ بيروت والأضرار المتوقعة من انفجار أو غرق خزان صافر العائم الذي يحوي قرابة 1,200,000 برميل من النفط. من جانبه قال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي إن هذا الانفجار ما تصدره إيران للدول العربية عبر عملائها، واعتبر في تغريدة على تويتر انفجار لبنان عنوانا للمرحلة القادمة التي ستتسبب في كارثة بإيال البحر الأحمر لرفض عملاء إيران في اليمن من صيانة خزان صافر العائم. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ سيف الحدي الباحث والحقوقي. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. أستاذ سيف مرحبا بك وكل عام وأنت بخير. بداية، أليس من المفترض بعد الآثار الكارثية لانفجار مرفأ بيروت أن يتم العمل على وقف مخاطر تسرب أو انفجار الناقلة صافر في أسرع وقت ممكن؟ في البداية أسعد الله بالخير مساءك أستاذي، وأتمنى لك ولكل أصدقائك ومحبيك والمتابعين وفريق القناة عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بألف خير والصحة والسلامة إن شاء الله يا رب العالمين. فيما يخص الإرهاصات الأخيرة في القائمة حول الباخرة الصافر، هي ليست حديث الساعة من اليوم، وإنما هي حديث المجتمع اليمني والعربي أو بالأصح الدول حوض البحر الأحمر منذ ما يقارب نهايات 2017،
ولكن جرس الإنذار أو ناقوس الخطر الذي تم دقه من بيروت وعلى كارثة بيروت الذي أخبرني أحد الأصدقاء أنها تكاد تكون ثالث أكبر انفجار في العالم بعد هيروشيما وانفجار هيروشيما والقنابل النووية في اليابان، لا نستبعد أن يتصدر انفجار صافر ناقوس الخطر القادم للعالم لكونه رابع أو خامس انفجار من حيث القوة على مقاسات ريختر في العالم، حيث أننا نتحدث على ما يفوق المليون برميل نفطي، وهذا ليس بالسهل. نحن نرى في اليمن حريق أو انقلاب قافلة نفط واحدة أو قاطرة نفط واحدة، ونرى حجم الضرر البيئي وحجم الأثر. فماذا يجول في الخاطر عندما نتحدث عن مليون ومئة وأربعين ألف برميل نفطي؟ ليس هذا وحسب، وإنما أيضا الترسبات النفطية والمعادن الفلزية المتركزة في قاع أو قاعر هذا الخزان العائم المتهالك. أستاذ سيف، يعني كما تحدثت أن انفجار يعني بيروت وفق الكثير من الروايات بأن يعني 2750 طن من نترات الأمونيوم كانت السبب، لكن كيف تنظر إلى الانفجار المحتمل في ظل عدم صيانة يعني خزان صافر الذي يحوي قرابة 150 ألف طن من النفط الخام؟ يعني هل ستكون النتائج الكارثية لهذا الانفجار أو هل ستفوق يعني انفجار مرفأ بيروت؟ بصراحة أنا لا أريد أن أعطي تحليلا جزافيا، ولكن أستطيع أن أخبرك بما أخبرتنا بالأمم المتحدة. نعم. وهو أن انفجار خزان صافر لن تكون الكارثة طامة على اليمن وحسب، وإنما سوف تمتد من مضيق باب المندب وحتى قناة السويس. ولك أن تحسب انفجار بيروت كانت كارثته بشرية بحد كبير، حتى اليوم لا توجد إحصاءات كاملة، وكارثته المادية كانت أكثر. ولكن عندما نتحدث نحن عن خط التجارة الدولية الممتد من قناة السويس حتى مضيق باب المندب، فنحن نتحدث على كارثة عالمية على خط التجارة العالمي سوف تتجاوز كافة السيناريوهات المرسومة. وإذا تحدثت عن الانفجار فتحدث عن كمية الغازات القابلة للانفجار والسمية العالية لها في الخزان المتهالك الآن على ضفاف ساحل مدينة الحديدة. فلا أريد أن آتي بتحليلا جزافيا لأنني لست البيئي المختص ولست المعني في مجال المناخ والبيئة، ولكن من نظر باحث وناقد حقوقي وسياسي أستطيع أن أخبرك أن الكارثة القادمة سوف تتجاوز كافة سقوف السيناريوهات الموجودة أو المرسومة لدى الدول حوض البحر الأحمر، وللأسف أيضا لدى الدول الدائمة العضوية. جميل، بناء على الطرح الذي قدمته أستاذ سيف، هل ستسمح يعني دول الإقليم بهذا الانفجار، خصوصا أنه سيمسها يعني ولن تقتصر آثاره على اليمن، بينما كان يعني انفجار مرفأ بيروت يعني لنقل آثاره على العاصمة اللبنانية؟ هل ستسمح دول الإقليم بحدوث انفجار يعني يهدد خطوط الملاحة الدولية؟ يا سيدي، الدول الإقليمية والدولية لا تتعامل بأجندة إنسانية، تتعامل بأجندة سياسية. أستاذ سيف، أنا أتحدث عن الدول المطلة والمحيطة بالبحر الأحمر، وأيضا هناك الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر كانت قد وجهت أكثر من رسالة لمجلس الأمن من أجل يعني درء هذا الخطر الوشيك. صحيح، وأنا أضم صوتي إلى صوتك ونشد على أياديهم. ولا ننسى أن الست دول العربية كانت قد رفعت بخطاب شديد اللهجة، وكانت لغته الدبلوماسية لابعة جدا لمجلس الأمن أعتقد قبل 7 أو 8 أشهر، وأبدوا تخوفهم الكبير، وكان من ضمنها مصر والسودان والأردن والسعودية واليمن كذلك. نعم. ولكن من هو المتحكم بمفاتيح الحلة هذا القضية؟ نحن نعي أن المتحكم في حالة هذه القضية هي بريطانيا وإيران والسعودية وأمريكا. السعودية أيضا هي متضررة، ولكن هل بريطانيا ستسمح بحلحلة هذا الوضع؟ هل ستسمح بإيجاد حل سريع وعاجل لتفادي هذا الكارثة؟ أم أن بريطانيا سوف تذرف فيما بعد دموع التماسيح على
على المصالح الدولية وعلى الأرواح البريئة التي سوف تذهب ضحية للانفجار في اليمن والدول المجاورة الشقيقة والصديقة. فالسؤال هو لا يتعلق بالدول الإقليمية ولكن يتعلق بأقطاب النفوذ والقوة العالمية، ونتحدث هنا عن إيران ونتحدث عن السعودية وعن بريطانيا وأمريكا كذلك. نعم أستاذ سيف، يعني تفاءل الكثير منتصف الشهر الماضي بالجلسة الخاصة التي عقدت من أجل خزان النفط صافر، لكن كما يقال يعني يتمخض الجبل فيلد فأرا، وتم ترجمة ذلك من خلال يعني تصريح مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن الأخير بأنهم بانتظار الأذونات اللازمة للسماح للفريق الفني بصيانة الخزان. أيضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك يتحدث بأنه لم يتم إنجاز أي شيء فيما يخص يعني خزان صافر. كيف تنظر إلى هذه المراوحة في نفس المربع فيما يخص هذه القنبلة الموقوتة؟ عزيزي، أعيد التذكير دائما فيما أقول فيما يخص جهود الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي العصا القليظة أو العصا الإنسانية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لترويض الدول الفقيرة والأفقر من أجل تلبية مصالحها. لا نعول إطلاقا على أي حل يأتي من أروقة مجلس الأمن. مجلس الأمن هو عصبة مخصصة فقط لتلبية مصالح ورقبات الدول العالم الأول عندما يستسيق لهم تسميتنا بدول العالم الثالث، فلا نعول عليهم كثيرا. أما مارتن غريفيث فأصدقك القول إنه لا يمكن أنني قد استبشرت خيرا من هذا الأخ مارتن غريفيث أو أننا تفاعلنا به. فمارتن غريفيث يكثر من لغته الدبلوماسية عندما تكون حياة الناس على المحك، وعندما تكون حياة الناس على المحك لا يمكن أن تكون دبلوماسيا ولكن يجب أن تكون قاسيا وواقعيا وحقيقيا عندما تتناول مواضيع حساسة وأرواح الناس ومصالحهم على محك حقيقي وخطير. أما مارك لوكوك فهو المنسق الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وهو يتناول عدد من القضايا وليس القضية اليمنية فقط، وما يقوله عن القضية اليمنية لا يتجاوز إسقاط الواجب والقيام بمهام وظيفية فقط. دعنا نتحدث حقيقة على من نعول. نعم. لا نعول إلا على الحكومة اليمنية، يجب أن تتخذ كافة التدابير الدبلوماسية والسياسية من أجل إيجاد حل سريع وعاجل لإنقاذ اليمن والمنطقة من هذا الكارثة. المعول الوحيد الذي يعول، لكن ألا ترى بما أن الملف اليمني بات تحت البند السابع بحاجة إلى ضغط دولي خصوصا على الميليشيات؟ يعني البعض يتحدث بأنه ربما أبدى مرونة الجانب الحكومي في هذا الملف فيما يتعلق أيضا مثلا بتفريغ الخزان وجعل الأموال التي ستعود في مصلحة تغطية رواتب القطاع الصحي، لكن ألا ترى بأنه يجب فرض ضغوط على ميليشيات الحوثي في هذا الجانب وهي الطرف المتعنت والتي وضعت الكثير من الاشتراطات؟ صدقت فيما قلت أن الحكومة قدمت الكثير من التساهلات، حتى أنني في مرة من المرات قلت أنها أصبحت تخاذلات وأنها أصبحت تخذل القضية وتخذل اليمنيين. نعم. كمية التسهيلات الكبيرة التي قدمتها، ولكن هو هذا جانب إنساني جيد من الحكومة رغم فشلها الذريع في مختلف المجالات وشتى المجالات. لكن عندما تطالب الحوثي أن يقوم بالنظر بعين الإنسانية وعين الرأفة من أجل اليمنيين، فأنت كما تطالب الجزار بأن يحسن الذبحة. فمن المستحيل أن يلتفت الحوثي إلى مثل هذه المطالبات، ولذلك أضم صوتي إلى صوتك وأنه يجب الضغط على أنصار الله وأخواننا في أنصار الله جماعة الحوثي من أجل تسهيل إيجاد حل لهذا الموضوع. ولكن المسؤول أمامي أنا كمواطن يمني هي الحكومة اليمنية، حيث أنها يجب أن لا تبقي في جعبتها أي وسيلة إلا وقد استخدمتها، مهما كانت هذه الوسيلة سياسية أو دبلوماسية وأيضا مالية. أنا أستغرب لليوم عدم تحرك الكثير من السفراء اليمنيين في مناطق اختصاصهم وفي دول تمثيلهم التي يمثلوا في الجمهورية اليمنية، عدم تفاعلهم الدائم والمستمر في هذا الجانب. أين اللغة الدبلوماسية شريط اللهجة؟ أين الكلمات؟ أين الفعاليات؟ المسؤول أمامي أنا لا أبرئ الحكومة اليمنية ولن ألقي التهمة كاملة على الحوثي،
الحوثي هو من يقوم حتى اليوم باحتجاز هذه الباخرة كرهينة، ولكن المسؤول أمامي لإيجاد حل هذا المشكلة ولتوليد زخم وحشد دولي حول هذا الموضوع هي الحكومة اليمنية. أستاذ سيف، يعني بعد 32 عاما من عمل خزان صافر قبالة السواحل اليمنية، هل بمقدورنا القول أن عمره الافتراضي قد انتهى، ويعني وبات من خلاله يمثل قنبلة موقوتة يعني قابلة للانفجار في أي لحظة؟ عزيزي، كنت أنا في حديث مع الأستاذ عبد القادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، وأخبرني أن المالك الأصلي للسفينة عندما تواصل معه أخبره أنه كان هنالك خطط للتخلص من الخزان في عام 2010، حيث أن عمره الافتراضي قد انتهى ويجب التخلص من الخزان. وبدأت الحكومة اليمنية في عام 2010 أو 2008 على ما أذكر، لا أذكر بالضبط، لا يحضرني التاريخ تماما الآن، ولكن قامت بإنزال مناقصة لإنشاء خزانات نفطية برية في البر، ولكن للأسف لم يتم ذلك بسبب الإرهاصات السياسية التي تلت ذلك من عام 2011 وما تلتها من سنين عجاف. فلا لا لا العمر الافتراضي للخزان انتهى. نعم. الخزان منذ عام 2014 لم يتم إجراء الصيانة الملائمة والمناسبة له. فيما تقريبا من شهر فبراير 2020 توقفت المضخات الرئيسية المعنية بالتهوية ومعالجة الغازات السامة والقابلة للانفجار داخل الخزان. هيكل الخزان بدأ يتآكل من السطح الخارجي، وقعر الخزان تجمعت عليه كميات كبيرة من الترسبات النفطية عالية السمية وعالية التركيز الفلزي، وهذا سيسبب خطر كبير على له أثر بيئي خطير على اليمن، وأثر اقتصادي كبير على التجارة العالمية، وخطر إنساني أكبر على الأزمة الأكبر على مستوى العالم وهي الأزمة الإنسانية في اليمن. الأستاذ سيف الحدي، الباحث والحقوقي والناشط في مجال مكافحة الفساد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. ومن المقالات التي اخترناها لكم في حلقة اليوم مقال للكاتب عادل الأحمدي بعنوان الغدير أو يوم الولاية، وسيلة العنصريين لشرعنة التكفير وغرس الكراهية. نتابع. بعد عيد الأضحى بأيام قليلة يدشن الحوثيون سنويا فعالية الغدير أو ما باتوا يطلقون عليه يوم الولاية، والتي تصل أوجها في 18 من ذي الحجة نسبة إلى غدير خم الذي يفتري هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فيه لعلي رضي الله عنه بالولاية من بعده، واختلف القوم اختلافا شديدا بعد ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن الوصية كانت صريحة، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت كناية في مهزلة واضحة يفترون فيها على الله ورسوله بكل وقاحة وإصرار. في زيارتي لصعد العام 2007 طلب مني أحد أبناء صعده بإلحاح الحصول على إحصائية أمنية لضحايا الرصاص المتطير بغزارة في احتفالات الغدير من عام 1992 وحتى 2006، مضيفا أن الضحايا بالعشرات وأن المستفيد الوحيد في المسألة هم دهانقة السلالة وتجار السلاح. أما علي بن أبي طالب فالمناسبة تعد إساءة كبيرة في حقه، إذ يصر هؤلاء على تصوير أن عليا وهو الفارس الشجاع والمؤمن القوي الذي لا يخشى في الله لومة لائم قد جبنا أمام من أخذ عليه الولاية وصبر عليهم 30 عاما، بل وكان موظفا أمينا عندهم. طالله ما جاء الإسلام ليضفي ميزات سياسية على بني هاشم أو غيرهم، ولا بعث الله نبيه ليستعبد الناس لأسرة أو قبيلة، وإنما بعثه الله رحمة للعالمين كافة. وهذا يستدعي ألا تتحول رسالة محمد بعبد الله إلى مشكلة مزمنة للأمة بسبب انقلاب الصحابة على الشرعية الدستورية المزعومة للإمام علي ولأبنائه كما يزعم هؤلاء المشعوذون. من الواجب معرفة أن إحياء ما يسمى بعيد الغدير أو يوم الولاية ليس مجرد طقس مذهبي، بل هو تظاهرة سياسية لتكفير الآخرين باعتبارهم منكرين لوصية خم المزعومة ومنقلبين عليها. في 18 من ذي الحجة سوف يجتمع الأبارسة وأتباعهم المغفلون على صعيد واحد ليعلنوا البراءة من عموم أبناء الأمة الذين هم وفق هذه التعبئة نواصب وكفار تأويل وقتل لآل البيت، وهي أيضا مناسبة للسرقة وفرض الجبايات وإلزام الموالين بإحضار حشود بشرية من رأسهم أو من بين أرجلهم.
واجب علينا جميعا أن نفند زيف هذا الهراء وأن نوضح المغربين أن هذه المناسبة ليس سوى موعد سنوي يستخف به السولاريون بعقول أتباعهم، وأن ليس سوى كريسماس عنصري دموي يحتفل به الكهنة نهاية كل عام هجري أملا في الحصول على المزيد من المقاتلين من فلذات أكبادنا الذين لم يخلقوا ليكونوا قرابين لهذا الجنون السولاري الجبان. أهلا بكم مجددا، وفي الملف الثاني سنناقش الخبر الذي طالعنا به موقع اليمن اليوم تحت عنوان الأغذية العالمي احتياطي اليمن من النقد الأجنبي قارب على النفاد. قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن احتياطات النقد الأجنبي لليمن تقترب من النفاد التام بفعل تراجع مداخل البلاد من العملة الصعبة وتزايد الاحتياجات التمويلية، وتراجعت واردات المواد الغذائية وتزايدت أسعارها بفعل انهيار قيمة الريال اليمني، فيما احتياطات العملات الأجنبية تقترب من النفاد التام بحسب البرنامج. واستطرد التقرير: لكن الوضع الإنساني يتدهور بمعدل ينذر بالخطر مرة أخرى، حيث يواجه اليمن أزمة على جبهات متعددة. هذا يحدث في وقت تراجع الموارد المنهكة على نحو متزايد. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ شهاب العزعزي رئيس الائتلاف الوطني اليمني. أستاذ شهاب مرحبا بك وكل عام وأنت بخير. مرحبا بكم، كل عام وأنت بخير. أستاذ شهاب، يعني برنامج الأغذية العالمي في الخبر الذي أذعناه قبل قليل يؤكد بأن احتياطي النقد الأجنبي في اليمن أوشك على النفاد، ما خطورة ذلك على الاقتصاد الوطني؟ خطورة ذلك طبعا مشكلة اقتصادية كبيرة، يعني الآثار الاقتصادية تسبب عجز في الميزانية، وبالتالي هذا يدل على وجود كارثة إنسانية قد تصل إلى 80% من وضع الشعب اليمني، سيؤدي إلى احتياج في عدم وجود أمن غذائي وعدم تلبية احتياجات السكان اليمنيين وعدم الاستمرار في تقديم الأغذية للأسر المحتاجة، بالتالي الوضع سيكون كارثي طبعا لا شك. النفاذ الاحتياطي يدل على عدم قدرة البلد على أي توفير احتياجات تمويلية، ويدل على انهيار أيضا في قيمة الريال اليمني وعدم القدرة على توفير عملة أجنبية بسهولة. أستاذ شهاب، يعني في ظل عدم تجديد الوديعة والتي تم يعني استنفادها، الوديعة المقدرة بملياري دولار، وأيضا التوقف الجزئي لتحويلات المغتربين والتصدير للخارج، هل هي مؤشرات لاستمرار تدني قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية؟ طبعا هذه مؤشرات أكيد أنه راح تنهار العملة بشكل أكبر، ومن الطبيعي أن تنهار حقيقة، لأنه وجود غطاء أجنبي واحتياطي كان متوفر ووديعة، هذا كان يقوي وضع العملة وعملة الريال اليمني. ايضا وجود تحويلات من المغتربين كان ايضا يعتبر مورد رئيسي لليمن، اضافه الى حركه الاستثمار والتجاره عند توقفها بسبب تعطيل الموانئ ومشاكل الحرب ما زال اثارها مستمر. كل هذه العوامل ادت الى تدهور اقتصادي متكامل للبلاد، وبالتالي تاثير في العمله الاقتصاديه. الوضع الراهن وضع استثنائي لا يمكن القياس عليه، والسبب انه لم يتم معالجه المشكله الكليه لليمن، وإنما تم تجزئتها، هذا جزء اقتصادي وهذا جزء بالحديدة وهذا جزء بالعدن وهذا جزء بسقطرة وهذا جزء بصنعاء. تم تجزئة الملف اليمني لعدة ملفات جزئية أخرى، وعمل عدم استقرار للبلد، لا أصبحت في حالة حرب ولا هي في حالة سلام. اليمن تمر في مرحلة استثنائية، لا يمكن وضع أي سياسات نقدية ولا يمكن وضع أي حلول اقتصادية في ظل الوضع الراهن، باعتبار أن الملف السياسي هو المتحكم في الموضوع وليس ملف اقتصادي. الملف السياسي الآن لن يحل إلا من قبل أبناء اليمن أنفسهم، إذا تحركوا وقرروا الشعب اليمني أن يكون لهم حل داخلي، يلملموا الشمل فيما بينهم ويتجاوزوا خلافاتهم ويوجدوا آلية عمل مشتركة فيما بينهم، يطالبوا بإيجاد
استقرار للبلد ممكن، أما أنهم ينتظروا هكذا إلى إيجاد حل من خارج اليمن مستحيل. وربما هذا ما يفسر يعني أستاذ شهاب اللي هو فقدان العملة اليمنية ل 250% من قيمتها منذ يعني الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي أواخر العام 2014. بالضبط، هو طبيعي حتى انهيار هذا الموجود أنا بعتبره ممتاز، يعني السعر الموجود مقابل التحديات التي حصلت. البلد لا تعيش في حالة دولة، نحن نعيش في حالة لا دولة، يعني الأصل أن يكون وضع العملة متدهور أكثر من ذلك. والخبراء يعني الاقتصاديون يقولون بأنه قد يصل يعني إلى 1000 ريال يعني الدولار الواحد. طبعا إذا استمر الحال كما هو عليه الآن دون إيجاد حلول، ما في ما قلت لك، دون تدخل من قبل الشعب اليمني لإيجاد حلول سريعة ناجعة، سيكون إشكالية الوضع الاقتصادي أسوأ، وستكون العملة يعني اليمنية متدهورة أكبر، بيكون بتضخم بشكل أنك تأخذ العملة مقابل أنك تشتري شيء زهيد مثل العملة اللي صارت في إيران أو في الصومال وغيرها من الدول. يعني أستاذ كما تابعت يعني الأمطار الغزيرة والسيول أدت إلى تضرر الكثير من الأراضي والمحاصيل الزراعية وأيضا نفوق الكثير من المواشي والثروة الحيوانية، هل لذلك من تأثيرات مباشرة يعني على الاقتصاد الوطني؟ طبعا تأثير مباشر بشكل كبير، جميع الكوارث الطبيعية التي تأتي لأي بلد تكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، والأصل أن يكون هناك لجنة للكوارث والطوارئ تقوم بتوفير احتياجات المواطنين وتغطية العجز الذي صار، وأيضا العمل على معالجة تلك المشاكل التي حدثت سواء كانت من فيضانات سواء كانت زلازل كما حدثت الآن أمطار غزيرة قد تكون أشياء كارثية، هذه تسبب إشكالية كبيرة في عجز الموارد في احتياجات في نقص في المواد الغذائية والثروات الحيوانية أو إلى آخره. فللأسف البلد عندنا ما عندنا أصلا لا ميزانية احتياطية لهذا الموضوع، ولا توجد لجنة متخصصة بمعالجة هذا النوع من الكوارث، ولا توجد لدينا حلول عاجلة لمواجهتها، ولا اليمن جهزة بحيث أنه تقبل معونات ومساعدات من الخارج، لأنه الكل يعتذر يقول البلد غير مستقر وما يعرف لمين يسلم المساعدات أصلا. اليمن فيها أكثر من حكومة وأكثر من دولة وأكثر من كذا، وبالتالي الوضع حقيقة كارثي للغاية ولا يمكن معالجته بالشكل الذي نتوقعه بسهولة، وإنما لملمة شمل اليمنيين من الداخل وترتيب الوضع الداخلي وتوحيد الصف وإيجاد جهة أو مكون يتحدث باسم اليمنيين مقبول لدى الخارج ممكن أن يكون سبب في معالجة هذه الكوارث والبدء في معالجة الأوضاع، أما غير ذلك لن يكون لليمن أي نوع من التحسن للأمام، بالعكس نحن نسير في فوضى أسوأ كارثي يوميا، يعني ما سيكونه اليوم هو أسوأ من أمس والذي سيكون غدا أسوأ من اليوم إذا نحن نسير بهذه الطريقة الحالية. الأستاذ شهاب العزعزي رئيس الائتلاف الوطني اليمني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، إلى اللقاء.